صديقي مشاهد الاقتصاد والناس، طبعا اولا اهلا بحضرتك في حلقه جديده من البرنامج. ثانيا يعني احقاقا للحق، عاده في الاعياد والمواسم والاحتفالات بيبقى في بعض المشاكل في ميزانيات الاسر، لانه طبعا بالذات في الاعياد بتتطلب ملابس بشكل مختلف للاطفال، العاب للاطفال، فسح، حاجات لطيفه جميله لا يمكن الاستغناء عنها، او يعني من الصعب الاستغناء عنها. ولكن كيف يمكن ان تظبط ميزانية الأسرة للاستمتاع بالأعياد والأجازات من جانب، ولكن بعدم المساس بالأساسيات لتلك الأسرة؟ حول تنظيم الأسرة لميزانيتها خاصة خلال الأعياد والمواسم هيدور حوارنا النهاردة صديقي المشاهد. هنطلع فاصل سريع نشوف تقرير حلقتنا ونرجع نبدأ الحوار. انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة على الاقتصاد المصري، بدأت تعاني مصر من مردود هذه الأزمة من ارتفاع الأسعار، ومع حلول العيد واعتياد المواطنين على شراء السلع الغذائية والخروج والاستمتاع بالعيد يتضاعف إنفاق الأسر المصرية، فيجب على الأسر تطبيق خطط اقتصادية منزلية من أجل توفير وشراء ما هو ضروري والاستغناء عما يمكن الاستغناء عنه، ووضع ميزانية للسفر والخروج في العيد، فيجب أن يكون هناك ترشيد للنمط الاستهلاكي ووضع خطة مسبقة حتى تسهم في الحرص على الإنفاق. تمام، رجعنا لكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. شفنا مع بعض تقرير حلقتنا النهاردة، ويعني كعادتها الحقيقة يعني منورانا ومشرفانا في استوديو الاقتصاد والناس أستاذتنا الأستاذة الدكتورة ألفت سليمان، أستاذ العلوم الإدارية والتنمية البشرية. إزاي حضرتك يا دكتورة؟ أهلا وسهلا مستر محمد، أنا ببقى سعيدة وأنا مع حضرتك ومع البرنامج الجميل ده. إحنا أسعد، منورانا فعلا في الاستوديو. كل سنة وحضرتك طيب، حد شخصية مثقفة كده، فدي حاجة يا فندم الله يحفظك. يعني كل سنة والأمة الإسلامية كلها بألف في صحة وخير، ومصر دايما بخير يا رب يا رب يا رب ان شاء الله. بس هو دايما بيجي خير وجميل العيد وكل حاجة، بس بيبقى في ضغط مادي شوية على الأسر، صح ولا انا يعني كنت حضرتك معايا في الاستوديو وانا بتكلم في البداية، هل دي افتراضية سليمة ولا انا غلطان؟ والله هو في ضغط فعلا على الأسر، بس هي غلط، لأن هم مش عارفين يعملوا بالانس، مش عارفين يعملوا توازن. أوكي. مش عارفين يعملوا تخطيط كويس. أوكي. يعني هو فعلا مثلا لو قلنا في غلاء أسعار، في واتيفر مثلا مغريات كتيرة، بس لابد أن أنا كأسرة مصرية، ويمكن هنا بقول يعني المسؤولية الأكبر هتبقى على ست البيت، يعني أن هي تعمل تخطيط، ان هي توازن ما بين دخلها، مصادر دخلها، وبين المصروفات. تمام. ولابد انهم يقعدوا مشاركه مع العيله. يعني كل واحد ده ما بيحصلش في مصر ده صراحه، يعني ده مش من عاداتنا يعني. بس لابد ان ياخدوا على كده، يعني تبقى ثقافه وعي الشراء، ثقافه اداره الميزانيه. ازاي ان انا يعني اقعد اخليهم كلهم يشاركوا، افراد العائله ايه احتياجاتهم، اعرفهم ايه الفرق بين الحاجات والرغبات. لان الحاجات او احتياجاتي دي اتس ماست، يعني ان انا لازم هجيبها ضروريه. ملهاش مش عارف يحيا بدونها يعني. صحيح. لكن الرغبات انا نفسي اشتري كل حاجه. حاجه صينيه، مش عارفه حاجه ايه، براند ايه، ما اعرفش اكل عامل ازاي. لكن في ظروف معينه، وعادي برضو في بدائل، وبدائل بتبقى جميله وبتسعد الانسان. فلازم يفهموا الاولاد والاسره اللي هي ترتيب اولويات الحاجات بتاعتهم. ده بيبقى من سن قد ايه يا دكتور؟ والله هقول لحضرتك، مش يعني هتصور حضرتك من اول ما الطفل ما يبتدي يشارك حتى في الكلام كده، من قبل الكلام يعني. مجرد لو حتى اللعبه، يعني حاجه اقول له اللعبه دي هتناسبك مثلا اخر الشهر ده، هنجيب اللعبه الثانيه علشان هتكون اتوفرت فيه فلوس. ابتدي ان انا يعني افهمه. لان بامانه بيبقى ادراكهم عالي دلوقتي، الطفل دلوقتي غير طفل زمان. صحيح. السوشيال ميديا والانترنت. صحيح. وما شاء الله عليهم الاولاد، هم عارفين اكتر مننا، متعلمين جاهزين. صحيح. فالحته دي يعني مهمه جدا ان انا ازود الوعي. وزياده الوعي ده كمان يعني على فكره السلوك الانساني بيجي من حتمية ذاتية أو وراثية أو بيئية. لا بالراحة معايا. تمام. دخلنا في كلام الدكتورة ألفة. كلام علمي شوية. يعني أنا سلوكي بينشأ من عادة تعودتها. والعادة دي أنا جيتها من أنا الحتمية الذاتية القدوة.
ان انا شفت قدوتي فسلكت مسلكها او سلوكها بالظبط. لان الصوره عندنا في الاداره في العمله الاداريه بنقول الصوره تتحدث اكثر من الكلمه بألف مره. طبعا اكيد وقعها شديد. طبعا فهي لو شافت لو الاسره او الاولاد شافوا الاب والام بيسلكوا سلوك مظبوط هم هيعملوا ده. لو سلوك التخطيط اوريدي موجود وبيعرفوا يعني ايه يكتبوا في ورقه وقلم قبل ما يروحوا مثلا السوبر ماركت او احتياج بالظبط وبعدين يكتبوها عشوائي وبعدين اولويات احتياجاتهم فبالتالي الاولاد هتطلع بالظبط ده بنفس النهج يعني. أوكي. الحتميه الوراثيه بنقول ان هو يعني جينات يعني بعض الجينات ان هي يمكن دي بس العصبيه اللي هي بنقول عليها وراثيه بس دي في ايدينا ان احنا نتحكم فيها. ممكن تعالج او يعني او طبعًا او طبعًا تحور بشكل اكيد وفي دياناتنا لو واقف اقعد ولو قاعد وقف ولو ضاجع على جنبك اليمين ووجدوا في البحوث الطبيه ان في الحركه بيفرز هرمون السعاده يمتص هرمون الغضب فده صحيح. حاجه مظبوطه يعني صحيح. فلو برضو وجهنا الحته دي هنوجهها لما هنزعل لما نصرف الميزانيه فبنتعصب مش هنزعل هنتزنق بالظبط عندنا ضغوط وبالتالي طب هل التخطيط بينفع فيه؟ احنا بقالنا فتره الحقيقه برضو احقاقا للحق من كورونا تمام. العالم كله مش بكلم مصر طبعا الاسر كتير تاثرت من اول نص 2019 وتبعيات ازمه كورونا وبعدين الحرب الروسيه الاوكرانيه والتضخم العالمي الاسعار زادت بشكل صحيح. ملحوظ يعني يمكن مصر في بعض الدعم من جهات حكوميه فالحمد لله ولكن عامه الاسعار زادت بشكل كبير. هل يمكن التخطيط مع زياده الاسعار؟ طبعا بيبقى ازاي بقى يعني التخطيط شكله بيختلف اكيد اكيد يعني مثلا انا لو افترضت ان انا كنت الاول احتياجاتي اربع حاجات طب ممكن اخليها ثلاث حاجات حاجتين مش شرط ان هيبقى اربعه. لو انا مثلا هقول على سبيل المثال خلينا مع الاسر يعني العاديه كلنا مع بعض اسر مصريه يعني لو انا باكل لحمه كل مثلا اسبوع مره هخليها مرتين في الشهر خليها مره في الشهر اشوف بديل للحمه مثلا اعمله بفراخ او حاجة أرخص شوية مفيش مشاكل الدنيا بتعدي يعني وبعدين لازم أراعي أحط وعي حاجة في دماغي إن الصحة كمان مرتبطة بالأكل صحيح. يعني أنا لو أصرفت في الأكل طب أنا صحتي هتتبهدل أصرف أكتر في الصحة ده حقيقي ده في شركة برا في أوروبا بيقيسوا وسط الموظف لو الوسط ده زيادة عن كذا سنتي مش عايز أقول كذا سنتي كامل الناس ممكن ما يشتغلش يعني عايز أقول لحضرتك بيأثر على الأداء الوظيفي وعلى الإنتاجية وبعدين بيبقى أمراض كثيرة طب وليه طب أنا يبقى عندي رياضة يبقى عندي صحة يبقى عندي أكل صحي إن أنا هعمل شوية سلطة جميلة الذوق بتاع الأكل نفسه ده نفسه حاجة طب ظريفة طب ما هو ده يودينا لنقطة أخرى الحقيقة إحنا عندنا وما أقدرش أقول صح ولا غلط إنما عندنا موروثات اجتماعية قديمة قوي الحقيقة من ومنها جزء قائم على أساس إن إحنا كنا مجتمع زراعي في الأساس فعندنا موروثات كتير جدا في العصر الحديث مكلفة جدا ده صحيح زي مثلا مشكلة الزواج مثلا أو المسك على سبيل المثال أو العزايم بقى والحاجات الغريبة اللي بتحصل والعزومات في رمضان والعزومات في العيد بالظبط فيعني فهل صعب تغيير الموروثات الثقافية عند مجتمع ما ولا مش صعبة وإزاي؟ يعني هي تتغير بس طبعا ايه هتاخد وقت بامانه بس الاعلام ليه دور طبعا ده اكيد لو حضرتك تفتكر زمان كان في لحظه من فضلك اللي هو بيقطعوا الرغيف اربع تربع وانا برضو فاكره بحيث ان ومدام ثانيه بتسيب المايه ترخ من الحنفيه فاكرها ثانيه دي بالظبط فدي فضحوها يعني ده حقيقه صحيح فدي حملات توعيه بالظبط توعيه بلس بقى ان هم كمان لازم من البيت يعني مثلا في حاجات صغيره بس بتجمع يعني بنقول عليها زي النقطه بس النقطه دي بتعمل يعني باكت كده كبير حاجه كبيره فمثلا لو هي بتقشر الخضار ما تقشرش جامد منه وتاكل منه ماشي لو هتعمل اكل وبتاع تغرف في طبق كبير ما تغرفش لكل طفل او واتيفر فرد من افراد العيله في طبق لوحده عشان الباقي هيترمي فدي بتوفر لازم وتعلمهم الغرف لو هم معزومين عند حد وفي طبق كبير ما يقومش مثلا يغرف كتير. وهو كتير وبعدين في الاخر ما يستطعمش الاكل طب اغرف حاجه صغيره ودوق الاكل ولو عجبك خد تاني تمام
كمان الخزين بقى، يعني مثلا لو انا حطيته في الثلاجه او حاجه، لازم اراعي بالظبط ايه اللي هيتحط في الفريزر وايه اللي هيتحط في الثلاجه عشان ما يبوظش. بواقي الاكل في الحله نفسها حرام انها تترمي. صحيح. يعني في ناس محتاجه، لو حضراتكم مثلا يعني مش محتاجينها خلاص، في حد اولى ممكن تتحط في مكان بشكل نظيف وتتعمل. في ناس بتجمع في اخر الاسبوع كل البواقي دي وتحطها بشكل تاني، يعني بتعد لها تاني طبخها. ده انا عايز اقول لحضرتك ان من الاقتصاد حتى في الطعام، حضرتك الكوسه مثلا الحشو بتاعها بيجي ناس يحشوها، القلب اللي جوه ده بيطبخ بيبقى طعمه جميل جدا. فعايز اقول ان يعني ان في كل خطوه في ست البيت او في افراد الاسره هم اقتصاد اساسا. يعرفوا ازاي يبقى عندهم وعي كل حاجه يقتصدوا فيها، كهرباء شغاله يطفوها، مش يبقى كلهم كل واحد تلفزيون في اوضه في اوضه، اللي ممكن يتجمعوا على الاقل ده صله الرحم ونتجمع. بس دي حاجات مفتقدين، دي مدخلات بقى العصر الحديث اللي ما كانتش موجوده زمان. يعني في حاجات بقت جديده مكلفه برضو او مستهلكه للطاقه والميديا بقى والانترنت انما زمان كان في عادات اخرى. وعلى ما اعتقد زي ما حضرتك كنت بتقولي انه احنا من عاداتنا ان احنا بنزيد قوي في الطعام اللي موجود جداً. في العزومات جداً. بالذات العزومات. هل ده ممكن يتغير ولا صعب؟ طبعا ممكن. ده يقول لك حتى الاولاد الشباب الصغير يقول لك دي شبارتي، يعني كل واحد يعمل طبق ويجي بيه بالظبط. وبعدين يعني ده لو احنا عيله، انت هتعمل حاجه هي هتعمل حاجه خلاص، يبقى حتى اقتصاديا عليهم اوفر شويه. ما فيش ضغوط عليهم وكلهم شاركوا كلهم فرحوا وهكذا. حتى لما يجيبوا اي مشروبات مثلا غازيه او حاجه، المفروض يتحط كل واحد في كوبايه يعني قدر كده، علشان يبقوا حتى ما يبقاش في هدر، وبعد كده تلاقي كل المجات متسابه بمشروبات غازيه، يعني هدر كتير. بتلاقي حضرتك بعد العزومه بتدلق حاجات. صحيح. كتيره جدا. صحيح. نفس القصه برضو بقول لحضرتك، مثلا انا النهارده حتى لو انا رايحه عزومه ورايحه اجيب هديه ومن الاكل، او لا انت عايزه ايه، بحيث ما بقاش عندها حاجة دبل من نفس الحاجة مرتين، من نفس الحاجة مرتين أو تلاتة، وبالتالي برضو نفس القصة تحط في تلاجة وفي الآخر بيبوظ أو بيترمي في نهاية الأمر. هل إحنا من وجهة نظر حضرتك بمنتهى الأمانة، هل إحنا شعب بنهدر الكثير من الموارد؟ جدا. ليه بقى؟ جداً. ليه احنا كده وازاي نصلح ده؟ دي بحوث علميه ثبتت. اول حاجه التقليد، ان احنا بنقلد شويه الغرب، بناخد الحاجات اللي مش كويسه عندهم والحاجات الحلوه بنسيبها للاسف الشديد. فهو كله يعني مثلا بتقلد موديل بره، بتقلد حاجات صينيه، بتقلد عربيات فاخره مش عارفه ايه، يعني عزومات ما اعرفش عامله ازاي، ولائم مش قصور يعني احنا على فكره زمان ما كناش كده خالص، يعني حتى الطبقه اللي بنقول عليها اللي هي القادره مثلا، لا كانت مش بالشكل اللي فيها الطبقه القادره في الوقت الحالي للاسف الشديد. ليه ايه التغير؟ بقول لحضرتك هو التقليد والسوشيال ميديا زي ما حضرتك قلت، والتكنولوجيا الحديثه، وابتدت موروثات يتوارثوها بقينا للاسف الشديد للأسوأ. للاسف في طبقه محترمه كتير يعني، اكيد طبعا اكيد، ولكن احنا بنتكلم على الاغلبيه يعني عشان الناس تستفيد يعني. لان على فكره والله ده كله، انت حضرتك لو وفرت في حاجه يعني هيسال الانسان يوم القيامه عن اربع خصال، منهم مالك، من اين اكتسبته، وفيما انفقته. فلو الواحد راجع لدينه، يعني ديانتنا بتحثنا على يعني وكلوا واشربوا ولا تسرفوا بالظبط، الترشيد في الاستهلاك والتخطيط، عقلها وتوكل. صحيح. فالمفروض ان احنا نخطط لكل حاجه. على فكره احنا لو خططنا صح، يعني مثلا انا بقول الاسره البسيطه، هل تقدر تسافر في العيد؟ ممكن تسافر يوم واحد مش لازم، في نفس اليوم يقضوا يوم جميل على البحر وتافر او في متنزه ويرجعوا اخر اليوم. حتى انا لو مش قادر على كده، اروح في حديقه عامه وانبسط واحرص على نظافتها واعلم الاولاد النظافه. انا يعجبني جدا والله ان انا ادخل البيت بسيط جدا بنظافته وحب طبعا. الناس اللي جواه والدفء اللي فيه، عن انك حضرتك تروح قصر كبير تلاقيهم كلهم جزر منفصله وكل واحد قاعد، وده موجود وده موجود يعني وده كله موجود وفي كل طبقه فيها. هل موضوع بمناسبه التنزه يعني والفسح وكده، هل حضرتك بتشوفيها، لانه عدد كبير من الاسر بسبب الحالات الماديه والصعوبات اللي احنا بنشوفها بتشوف ان دي شيء مش مهم، شيء كماليات ملهاش لازمه الحقيقه، ومصاريف على الفاضي. هل حضرتك من وجهه النظر دي، ولا من وجهه نظر انه التنزه والخروج افضل لصحه الاسره بشكل طبعا عام؟ طبعا ده سيدنا علي بن ابي طالب قال: روحوا القلوب ساعه بعد ساعه، فان القلوب اذا تعبت كلت.
اذا اذا تعبت كلت فعلا. فيعني عايزه اقول لحضرتك ان فعلا حضرتك لما بتتعب لابد بنزين حياتك بنزين حياتك هيجي من الترفيه ده، انك تاخد الاولاد يبقى في تواصل ما بينكم، وتروحوا اي حته، المهم ان انتم بتحبوا بعض، متجمعين بتاكلوا اكله واحده، بتشربوا شرب مع بعض حاجه جميله، بتضحكوا ضحكه جميله صافيه، ترجع تاني تدي عملك يعني انتاجيه اكتر من الاول بكتير. أكيد. يعني احنا عندنا حاجه برضو في العلوم، حاجه اسمها عجله توازن الحياه. حلو. يعني اركان الحياه العالم ده مقسمها 8. اوكي. فلو حضرتك في ركن من اركان حياتك ما انتش متوازن فيه، للاسف بيأثر على اركان الحياه، بيعمل خلل في المنظومه كلها. هنقول اول ركن هو الصحه. فبيجي يقول حضرتك حتى لا قدر الله ان عندك اي حاجه صحيه مثلا او مرضيه، معلش بس لازم نرضى، الرضا والقناعه، والمهم اتابع مع الدكتور، وان انا اخد ادويتي في الميعاد المظبوط، والناس الاصحاء يعملوا كشف دوري بصفه دايمه، عشان برضو ده تخطيط للصحه. صحيح. عشان لو لا قدر الله او في حاجه يكتشفها بدري يبقى العلاج اسهل ارخص. لكن برضو عندنا موروثات، ان مثلا لو رحت لا ده انا هتوهم، ده انا ما اعرفش هيطلع كذا حاجه، لا ده طبعا مش صحيح بالمره. بعد الصحه خد الركن الثاني اللي هو الترفيه بقى. فجاء على طول يعني. بعد الصحه الترفيه. رقم اثنين ترفيه. قال لك فعلا الترفيه ده هو اللي هيعمل لك كل ده، هيبقى عندك صحه كويسه، هيبقى عندك بعد كده تعرف بعد كده ربط الترفيه بالرياضه، الركن الثالث، لان الرياضه تدي سعاده. فهو نوع من الترفيه. صحيح. فربطهم مع بعض وتحسن الصحة برضه. وتحسن الصحة يعني كله مرتبط مع بعض. بعد كده جاء الصلة الروحانية. الصلة الروحانية مش بس يعني الصلاة والأخوان المسيحيين الكنيسة وذهابهم للكنائس وكده، لا ده النميمة، عدم النميمة، عدم الغيبة، يعني في العيد فمحدش يعني يتكلم على حد، دي برضه من موروثاتنا الاجتماعية. فلازم للأسف. نراعي ده ونتواصل مع بعضنا. بعد الصلة الروحانية راح قال صلة الرحم. يعني ارجو حتى اللي والدته بعيده عنه، ساعات بيبقى في ناس بتقول لك والله بنتها جنبها تساعدها، انا بعيد، لا ما ينفعش كده، انا مشي لها اميال عشان اروح لها. طيب. عشان اخد بيها حسنات. يعني لازم نوزع الادوار على بعضنا باعتدال. ماشي. ولو الام رحمها الله في اللي كانت بتحبه واللي ما يعني ما فيش اللي كانت بتحبهم مثلا، ربنا رحمهم الله، اي دار مسنين هتجيب لك سعاده على فكره. طبعا ده حضرتك لما يعني العمل التطوعي الخيري ده مليون في المية بيسعد البني ادم. والله صدقني، والله يا استاذ محمد طبعا. يعني بيسعدك سعاده وربنا بيجازيك خير عليها بمراحل، وطبعا دي مذكوره في دياناتنا يعني. وبعد كده الركن الاخر اللي هو الصله الاجتماعيه، صلتك بقى مع صديقك وجيرانك ورئيسك ومرؤوسك وزمايل العمل. أوكي. وبعد كده العمل والتطوير الذاتي بقى فعلا يعني اخر حاجه في الموضوع، اخر حاجه الشغل. انت ما انت ظبطت حضرتك صحتك والترفيه والرياضه. صحيح. وعلاقتك طبعا، فانا انسان سوي اقدر انتج في هذه الحاله. بالظبط. تقدر تنتج وتاخد تطوير ذاتي بقى اللي هو التدريب، وهو ان انت تشتغل على نفسك. طب بقى. زمان على ما اتذكر، يمكن قبل جيلي يمكن بشويه، كان في المناهج التعليميه حاجه اسمها تدبير منزلي او اقتصاد منزلي. وكان ساعات البنات بياخدوه لوحدهم، وساعات الاولاد والبنات ياخدوه مع بعض. صحيح. ده اختفى الحقيقه من المناهج التعليميه. هل ده كان مفيد في جداً. الوقت اللي اتعمل فيه؟ جدا طبعا. التدبير المنزلي ده يعني كان بيفيد ازاي الواحد يقتصد في البيت، حتى بيعلموا البنوت الكروشيه لو حضرتك تفتكر برضو، التريكو او الجيل اللي قبل حضرتك. فبيقتصدوا ازاي، بيتدبروا ازاي ده بره في اليابان بقول لحضرتك، بيعلموهم ازاي يقشروا مظبوط، الريسايكلينج، اعاده التدوير. يعني ان هم بعد ما ياكلوا يعني شوف حضرتك بواقي الاكل يحطوها فين، في باسكت فين، الكرتونه بتاعت الاكل بعد ما ياكلوها يقوموا يغسلوها الاطفال. صحيح. وبعد كده يحطوها نظيفه في الصندوق الخاص بالكرتون عشان. صحيح. اللي بعدينا ما يتعبش وياخدها كمان مفتوحه ومتطبقه فوق بعضها. يعني شوف حضرتك طب ازاي وصلوا نظام. يعني دي ثقافه برضو، دي موروث عندهم هم. هي كده العاده، ازاي الواحد يظبط الموروثات. هي كده بنقول العاده جات ازاي، واقدر ان انا اقلع عن عاده سلبيه او اكتسب عاده ايجابيه. قال لك ثلاث دوائر جنب بعض. اول حاجه الادراك. الادراك انك تشوف حاجه بعينك والحاجه دي لها معنى واسم. يعني مثلا هنقول الناس بتصرف جامد في العزايم، فهيطلع الولد برضو نفس القصه، نفس القصه لان هو اتعود على كده. بالظبط. صحيح. فهيجي بقى ده ادراك، ده هو شايفه لسه ما جربوش. اوكي. المعرفه يزداد فضوله.
عايز يعمل بقى زي بابا ومامته، يروح عاملها مع اصحابه بقى، يجيب ويجيب ويصرف ويدفع ويجيب حاجات كتير. يبقى ده المعرفه، جربها مره. عنده باك جراوند قبل كده ان الحاجه دي كويسه قوي وتسعده وهايله وده الفخر بقى ويفتخر يروح سالكها اكتر من مره، يبقى الدايره الثالثه اللي هي السلوك، هو ده يزيد بقى ده الاتيتيود بتاعه خلاص. أوكي. العاده بقى تفضل موجوده فيه. انا عشان اغير كل الكلام ده لازم ازود الوعي باضرار هذه العاده. اوكي، ايه الضرر اللي هيعود عليك دينيا ومجتمعيا وعلى بلدك؟ على فكره يعني انا عايزه اقول ان التبذير ده، انا ما بقولش الناس التقطير، يعني ما بقولش الناس يعني ريجيم الميزانيه، بس يبقى في بالانس، يعني يبقى بلانس. في نوع من وعلى فكره هيعود لهم تاني، لان حضرتك النهارده لما تقتصد في الميزانيه بتاعتك هتعود على الفرد بتاع اسرتك بالسعاده، هتعود على اسرتك، هيعود على المجتمع، هتعود على الدوله، على ميزانيه الدوله، هتقدر ميزانيه الدوله تعمل تنميه اكتر من اللي بتعملها، هتساعد دولتك. فلما يحصل تنميه بالحاجات الصغيره اللي انا بعملها طبعا دي حاجات صغيره، بس دي مليارات. دي بحوث علميه اثبتت ان وفرتها بتوفر مليارات بالفعل، يعني صحيح. فبالتالي الدولة تقدر انها تعمل مشروعات تنمية اكتر من اللي بتعملها، تعود بالنفع على ابنك وحفيدك اللي جاي كمان. صحيح. وعلى حضرتك شخصيا، يعني مش هقول مثلا، هو ده الهدف من التنمية المستدامة، انها تفضل مكملة معانا يعني اجيال واجيال. فهو الفكرة لازم يبقى عارف كويس جدا انه لو صاب نقطة مية هي عايدة عليه برضه، هي على فكرة من فلوس بيته الكبير، بس بلده. ده فعلا لازم يبقى عندنا حاجه اسمها ownership of goals، يعني ملكيه الاهداف. يعني لما يكون في رؤيه مثلا 2030 لمصر، يبقى الرؤيه دي بتاعتنا احنا، بتاعت كل فرد في البلد. ازاي بقى؟ ما هي دي النقطه الصعبه قوي، ازاي تتحول من وجهه نظر او فيجن زي ما بيقولوا، رؤيه سياسيه بحته، الى رؤيه مجتمعيه فرديه كمان. ومجتمعيه ثم فرديه. ازاي؟ ان انا المفروض الرؤيه الكبيره دي تتقسم بأمانة الإعلام برضو. الإعلام لدور، والمساجد. صحيح. والكنائس يقسموها لغاية ما يوصلوا بيها إلى دور الفرد بالظبط. يعني لو أنا قلت التعليم وأنا حوصل بالتعليم كده، يبقى دور الأب والأم تجاه ولادهم، ودور الولد في المدرسة مثلا بيعمل إيه. حتى لو قلنا هيحافظ برضو على الميزانية والاقتصاد المدرسة، هقول لحضرتك حاجة صغيرة مثلا، يطلبوا من الأولاد كشكول 100 صفحة، وتلاقي طول الترم هم استخدموا مثلا 20 ايه اللي بيحصل؟ يجي الترم الثاني ما يقولوش حتى الاولاد، نعلم نغرس الثقافه دي. صح. يا اولاد اللي فات ده بنقطعه وخلاص، وبنبتدي او بلاش جديد. نقطعه كنا زمان، والله انا فاكراها كنا بندي صفحه 8 كده من جوه، ونكتب الترم الثاني. انا والله افتكرتها دلوقتي. صح. 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 فده هو لما هياخد على كده هيتعود. اوكي. فبالتالي هل دي مش واصله مع التنميه، مع رؤيه 2030؟ لا واصله طبعا، لان انت هتعمل علم كويس للاولاد. بس على مستوى معين، على مستوى المدرسة. صحيح. على مستوى صاحب المدرسة، على مستوى الأهالي، بتفضل الرؤية دي بتبني هرم. يعني احنا عندنا 3 أهرامات ان شاء الله، يبقى ده الهرم الرابع بتبنيه. بس هل احنا ماشيين في السكة دي، ولا ما زال الرؤية والحكومة في اتجاه والمجتمع في اتجاه اخر؟ يعني عشان نبقى حقانيين، مش 100% لسه. بس لازم يكون في منظومه تبدا من البيت والمدرسه والطفل الصغير، ويبان تاثيرها بعد قد ايه يا دكتور؟ والله رؤيه 2030 بالنسبه ل 2030 يعني تاثيرها ممكن اول ما تبتدي، لو ابتدت بمنظومه صح. يعني اقول لحضرتك خلال اول 5 سنين هتلاقي تطورات طبعا. هيبان طبعًا من طبعًا الجيل الصغير ولا من من كل الاجيال؟ والله بالتوازي، بس لو اشتغلت عليهم مظبوط. لو اشتغلت على كل. صح. يعني عندنا عالم اسمه إريك إريكسون. قسم العمر الانساني للبني ادم اعمار، يعني مثلا من اول ما تولد لسنتين، من سنتين لاربعه، وهكذا لغايه 90 سنه، فوق 90. وقال لك كل عمر من الاعمار دي ليه احتياجات وليه صفات. لو عرفت صفاته وعرفت احتياجاته تعرف توصل له. صح. لانك هتشبع هذه الاحتياجات. صح. فتعرف تكلمه. صح. خاطبه الناس على قدر عقولهم، وهتعرف كمان الاماكن اللي هم فيها تعرف تخاطبه بيها. بالظبط. وده سهل مش صعب. لا والله سهل، وبيبان تاثيره زي ما حضرتك بتقولي بعد فتره، لو عرفت اوصل للهدف مظبوط. بالظبط. ويمكن كمان والله، يعني انا بقول 5 سنين ملموسه، الناس هتلمسها بنفسهم.
ميرسي يا دكتوره اول فتره. شكرا. والوقت معاكي بيعدي بسرعه جدا للاسف الشديد يعني، بس وقتنا يعني انتهى. ويعني احقاقا للحق صديقي المشاهد طبعا استاذتنا طبعا الاستاذه الدكتوره ألفت سليمان يعني اتكلمت بمنتهى الامانه والشفافيه حول ايه اللي ممكن الاسره تعمله بالرغم من ظروفها، ايا كان ظروف الاسره ايه، سواء كان ظروفها بسيطه ماديا او ظروفها متوسطه او ظروفها، يجب ان يكون هناك تخطيط، يجب ان يكون هناك مشاركه ما بين افراد الاسره. صحيح. على احتياجاتهم واولوياتهم في تلك الاحتياجات عشان ان شاء الله المركب تعدي. بنشكرها شكر جزيل للغايه استاذتنا الاستاذه الدكتوره ألفت سليمان استاذ العلوم الاداريه والتنميه البشريه. نشكرك صديقي المشاهد وان شاء الله نشوفك في حلقه جديده من الاقتصاد والناس.